تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما. السادة الفتيرات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير بكل محبة، وحقيقة سعيد جدا بالإطلال عليكم وبطلتكم معي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. أي زول بيسمعنا يا أخواننا، بدءا من البداية أعمل معنا لايك، أعمل شير، أعمل متابعة على الصفحة طوالي المعلق الرياضي أحمد الضي بشارة، أعمل إعجاب عشان تاني تظهر لي كل اللايفات. كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. طيب يا أخوان، عشان نختصر اللايف ونخلي الناس زي ما قال مرحب محمد دياب، اهلا بك، زي ما قال نخلي الناس تشوف شغلتها، ما نمسك الناس كثير. بالنسبه لل القاعد يحصل المتابع انا زمان كنت بتكلم في اللايفات لو تذكر في 19 عن جيوسياسيه السودان. الان كنا بنتكلم عن الوضع الجيوسياسي كثير جدا، خلاص اتكلمنا عن اوليغاركية قبل اليوم، او اوليغارشية، خلاص مجموعة اقليات بتختطف السلطة، بتختطف الجيش، لان الجيش هو اداة تنفيذية ذاتها بالنسبة لكل سلطة خلاص في العالم. فبالتالي يعني اتكلمنا عن حاجات كثيرة جدا. الان نحن دايرين نشوف الواقع اللي قاعد يحصل في السودان، الواقع ده ماشي على وين، ونحن دورنا شنو ذاته يا جماعة؟ نحن كمواطنين دورنا شنو؟ ما هو هسه في ناس زي ما بتتكلم يقول لك لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لا، الإطلاق كده ما ينفع، لا بد يكون في توعية، لا بد يكون في حاجات صح. اللي قاعد يحصل في السودان، أبي أحمد حتى وإن كان يملك سد النهضة مهما كان، او يملك، او هو جهه مسؤوله من هنا، لا ما بيقدر يتكلم مع السودان بالانفه دي لولا ان عهد على قيادته. كويس، على قياده السودان دائما وابدا. يا اخي المعارضه كان لما تختلف بتمشي اثيوبيا، خلاص زمان يا اخي الصحابه رضوان الله عليهم قال لهم اذهبوا الى ارض الحبشه فان فيها ملك لا يظلم عنده احد. كويس، دي ما حاجه من ليله ولا امبارح ولا 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 ولا، خلاص. اي نعم في معركه قبل اليوم في شنو، لكن انا في نقاط جاي اوضحها وارجو اني يتسع الصدر ليها، خلاص. فشنو الان اثيوبيا دخلت في الخط وظهرت كويس بشكل قوي. ابي احمد بيطلع وبقول انه يجب نزع المدفعية الثقيلة من الجيش ومن الدعم اللي هو من الطرفان قال المتنازعة، وقال انه يحضروا الطيران، لانه ابي احمد عارف جدا انه حاجة اسمها عمر البشير كانت اكبر هوان على تاريخ السودان، وكانت النكسة الحقيقية اللي خلقت تدمير في الجيش السوداني، تدميره خلقت فيه تدمير ما تفكر لغاية اللحظة. التدمير اللي بقى في الجيش السوداني ده، الايديولوجيا اي نعم نميري جاء ركز على الشيوعيين، بعد شويه الاشتراكيين، اي انا معاك صادق جاب الانصار، كويس حكومه السر الخادم الخليفه كان الختميه فيها اغلبيه، اما حريف لك انا معاك، اي زول بيمسك بيجي البشير جاء اللي هو جابوه. والبشير يا اخواننا اضعف من انه ذاته يصل سلطه، فهمت؟ يا البشير جابوه جيبان، قال لي انت تجي تبقى رئيس، ما عارف اي حاجه لو مشى، فهمت؟ فيلا عمر البشير ده هو من هناك لما جاء ومسك السلطه، جاء مشى الايديولوجيا بتاعت شنو؟ الكيزان اللي كان ممشيه منه حسن عبد الله الترابي الدكتور، خلاص ده كان ممشي الايديولوجيا، يعني ده الاصل بتاع الحركه كان هنا، خلاص. عمر البشير والمؤتمر الوطني ديل مع الروافد او ناس مشقين من الترابي وجو هنا. طيب الايديولوجيا اللي بقت في الجيش دمرت الجيش. انتوا عارفين هسه مركز القرار يا جماعه في الجيش ما موحد، الان القياده ما موحده، القياده ما موحده، في مجموعة كبيرة جدا جدا من الضباط خاصة الرتب الوسيطة، خلاص، وبعض الرتب العالية، وأنا لا أريد أن أفصح، زي ما قال واحد من الناس الصلاة فيها سر جهر، كويس سر جهر، خلاص، لكن أنا ما أريد أن أفصح، لكن مجموعة كبيرة جدا من الضباط من الرتب الوسيطة
خلاص انتوا لاحظوا الانشغاغات اللي بقت تحصل الايامات دي، لاحظوا لها، وحتشوفوا الكثير من الضباط هسه بيسمعوا في اللايف ده خلاص هم دارين يهربوا من القياده، ما قادرين، دارين يمرقوا يسلموا نفسهم، ما عندهم مشكله، لكن الحصار ده خلاص كرهوه، كرهوا الجوع، خلاص ضاقت بيهم الحياه، يعني يموتوا عشان برهان ولا العطاء ما محروف فوزات حي ولا ميت عشان كده يعني خلاص. فشنو القصه بتاعت انه الان في ضباط كتار بيجوا شايفين انه الحرب دي عباره عن وبال وعباره عن مصيبه، جابوها الكيزان، دخلوا فيها المواطن، دخلوا فيها الجيش، دخلوا فيها الاجهزه الامنيه. الجيش ده يا جماعه لو رجعنا من زمان، عشان ما يقول لك هسه الدعم السريع فهم غبليين، والجيش من زمان ما كان بيحارب الا بقبائل البقاره وقبائل النوبه خلاص، والفور كويس، ومجموع القبائل الغربيه والنيل الازرق، عمر الجيش ما انتصر الا بدي كويس، انتبهوا للكلام ده كويس، عمره الجيش السوداني ما انتصر. انت الدعم السريع ده لما يتكون انت قاعد يتكون ليه؟ ما كثرتها زي ما الجيش، الجيش بقى مهزوم شديد في دارفور خلاص. ما القصه فقط قصه انه الجرائم وكده، لا، هو انت قايل لهم كانوا يروا عهد ولا ذمه خلاص، بتاع المدفوعات الثقيله اللي كان بيدقوها في المواطنين دي، والطيران اللي بيدمروا بيه المعسكرات بتاعت اللجوء، على الله كده يا خلق الله في انت. فشنو ال 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 الناس ديل اعتمدوا على انه يجيشوا ابناء غرب السودان من كردفان ومن دارفور، ويحرصوا على انه رتبهم تكون غالبا من جندي لغايه حضر الصول. عشان كده لما تمسك تعاين الشرطه بتلقى اغلب حضرات الصول والجيش وضباط الصف بتلقاهم غالبيتهم مثلا كردفان دارفور النية الازرق خلاص. ده ما بيعني انه ما في حضر الصول من الشمال، ما في حضر الصول من الوسط، ما في حضر الصول من الشيء، لا، لا، هي بتكلمك عن الاغلبيه كده خلاص، بيكون دائما تركيزهم على انه يكون ديل القوه الضاربه دائما وابدا. وفي نفس الوقت بعض المناطق يقول لك لا براء ناس بساط، وهم دائما يعني بيقول لك نحن كده، دي سياسه الدوله، انا بتكلم عن اخواننا قوميات وشعوب، لا انا بتكلم عن سياسه الدوله، في سياسه الحكومه، الحكومات المتعاقبه على تاريخ السودان اللي هي دوله 56 خلاص. دوله 56 دي انسان الشمال الشايل طوريته هناك ده لا وضعها، لا شغال بها ولا بيعرف ازاي فهمت، لكن الناس اللي اختطفوا المشهد كويس، اللي جو اختطفوا السلطه. طيب في عهد الناس اللي اختطفوا السلطه دي الان طلع ابي احمد وقال انا والله افتكر انه بعد ده افضل احذروا الطيران، هو ده كان ما حذر حقيقه. الان كنوف اللي بتسمع دي في امتى فضلت واحده، انا قبل كده قلت لك الكلام ده، قلت لك الترسانه الجويه مدمره، قلت لك الكلام ده خلاص، الترسانه الجويه مدمره كويس، الجيش بقى شغال مسيرات وبسقطوها قاعد يسقطوها له خلاص، وشفتوا الفيديوهات والصور الايام اللي فاتت خلاص. طيب دي ذات المسيرات دي خلاص بعد ده دور انتهى، بعد ده الطيران دور حيكون، ما ده الواضح يعني، انا بغشك انا بتكلم معك لانه كان كده تاني الطياره قبل ما تقوم 200 دقه خلاص، وفي عقوبات شديده في المواضيع دي. طيب انا واحد من الناس اتمنى المشكله تحل في السودان، انا واحد من الناس اتمنى انه يعني انا ما شايف انه الليله خالد سلك بيحمل تطلعاتي انا كمواطن، انا ما شايف مريم الصادق بتحمل تطلعاتي انا كمواطن، انا ما شايف انه في زول الان يعني من الوجوه الظاهره دي خلاص الان هو بيحمل تطلعاتنا نحن كشباب، لا 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 فهمت، انا شايف ده لهم اسباب نكسه يعني حاصله في السودان ده بشكل كبير جدا خلاص. وليكم من هنا تتذكروا نقطه جيدا خلاص، في الحرب بتاعه 1967 لما قامت بين مصر وبين اسرائيل، اتذكروا الكلام ده كويس، بين مصر وبين اسرائيل خلاص 1967، الاعلام المصري وقبل الاعلام كان جات معلومات مؤكده من رفعه الجمال اللي هو رأفت الهجان، جات معلومات لجمال عبد الناصر قال له يا رئيس في معلومات انه اسرائيل حتضربنا بكره يوم 5 يونيو الصباح خلاص الساعه 6 صباح حيضربونا الناس دي، معلومات مؤكده. وجمال كان مايل على الحل السياسي ومخلي الحل العسكري على عبد الحكيم عامر اللي هو اصغر منه بسنتين، ده 1918 ده 1920 كويس، وعبد الناصر اللي رقوه من رايد لغايه لواء، لا مقدم لا عقيد لا عميد ما قعد فيها، بس من رايد بوب لواء كويس، بعد سنتين من لواء بقوا مشير، بقى اول مشير في الوطن العربي اللي هو عبد الحكيم عامر. طيب جمال عبد الناصر
خلى الجيش كله تماما لعبد الحكيم. وجات المعلومات وجو السوفيت جابوا رسالة قالوا لعبد الناصر إسرائيل حتضربك الصباح ساعة هنا يوم 5 الصباح. عبد الحكيم عامر زعل جدا وقال ده كلام فارغ ساي ما في كلام زي ده وده كلام العدو دار يضعفنا وكده. طيب بعد شوية جاءت معلومات تانية من المخابرات الحربية، جاءت من المخابرات العامة، بقت في سفارات تدي معلومات خلاص يا عبد الناصر نازل حيضربوك بكرة، بقوا يتكلموا معه. عبد الحكيم عامر كان بيقول لا 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 يا سر العطا بس فهمت، لا 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 فهمت يا زول. الناس ديل وصلوا مرحلة الجيش المصري لما انهزم من الجيش، وما تهزمت مصر برا لانه السودان كان معاه، لانه كان الوقت ذاك العراق معاه، الوقت ذاك كان ليبيا معاه، هنا ليبيا شعبا معاه، الوقت ذاك كان في الاردن معاه جيشا وسوريا معاه والجولان هناك الناس و و بالله الذي في يعني لحظات اسرائيل دمرت 5 مطارات عربيه عليها في شاعر عربي الف الاغنيه الشهيره او النشيد بتاع امتي يا امه الامجاد والماضي العريقي. الاغنيه دي ما سودانيه يا اخوان، هوي الناس ما عايش بيجيبوها من امريكا، كان داري بقيه بتاعت السودان بقيه السلام الوطني والجمهوري، لكن في النهايه لقوا الشاعر بتاعني كاتبه في مجله عربيه كان بيواسي قال في الامه العربيه بالنكسه بتاع 67 اتهزم الجيش المصري شر هزيمه في 67 والجيش العربي. الوقت ده كان في اذاعه اسمها اذاعه صوت العرب، الاذاعه دي كانت الاكثر سماعا لدى الناس كده كويس. الوقت ده كان الاذاعه دي شغوله كانت بتقول انه الان نعم الان جيشكم يتقدم، ها الان بنحرر في 3 يوم في يومين، بيجوا وصلوا قالوا الان جيشكم على تخومة الابيب زي كذب الليله. قال لك جنوب ام درمان وغرب ام درمان وسط ام درمان، يا زول يا زول يا والله ده كذب. انت عارف اول يوم 15 ابريل لغاية تاني يوم اتحسب 263 خبر كاذب من الكيزان للتلفزيون للقنوات هنا في الفيس كذب سازر فهمت. الكذب دمر امبراطورية جمال عبد الناصر، الكذب اسقط الحكومة خلى عبد الناصر يترنح. اي نعم قال انا ماشي وكلم خالد محي الدين، لكن في النهاية رجع تاني للسلطة وقعد 3 سنوات الى ان توفاه الله يعني. اما عبد الحكيم عامر انتحر في نفس العام ذاك ويقال قتل وكلام كثير. طيب الشاهد في الموضوع ده انه في الوقت الكان المخابرات الاسرائيلية بتقول التقطنا مكالمة بين عبد الناصر والملك فيصل وهم بيهنئوا بعض على دخول تل ابيب، وانه جمال بيقول له من شويه مكلمني حكيم انه نحن انتصرنا خلاص الحمد لله. وشفت الكذب ده، شفت قاعد يغشوا كده، والجيش المصري كان مهزوم نهائي الا في النهايه عبد الناصر رضخ للشروط الاسرائيليه كويس. فيبقى كانت المعركه ذاتها كانت بتفلت، المعركه ذاتها ما كانت محسوب لها. المعركة كان جمال عبد الناصر ظن نفسه انه هو العراب بتاع الامة، والوقت ذاك نشر القومية، حتى جعفر محمد نميري تأثر به جدا في القومية العربية خلاص. فيلا الحرب دي كانت اكدت ضعف الجيش المصري، واكدت مع انه انضرب بالجواسيس بالمناسبة خلاص، انضرب عبد الحكيم عامر ده عليه وكان كثير من التساؤلات كويس، والبعض جاهر بانه هو اللي كان وراء النكسة بتاع 67. هسه زي ياسر العطا واحد من النكسات الان الحاصله اللي قاعد يغش الناس فهمتها. يعني واحده من النساء بتاع ركشه كان بيتكلم معي قال لي انا جبت واحده من امهاتنا ديل وشايله اطفال، قال لي والله يعني قال لي قالت لي يا اخي الحمد لله قالوا الحرب انتهت. فقال انا استغربت يعني كيف في شنو الحاصل شنو؟ قال لي قالت لي قالوا ياسر العطا قال بعد 3 ايام وهسه الليله اليوم الرابع خلاص هسه خلصوا صح؟ فبتتكلم لقت ارتكاز دعم، بتتكلم تعالي لقت ارتكاز دعم، فبقت تسال وين الكلام اللي قاله ياسر العطا؟ ياسر العطا كذاب يا احنا، ياسر العطا كذاب يا كذاب شديد يا اخينا، وبعدين ذاته كب واضع. فشنو؟ الزول بيقول اقصفوا بيوت المواطنين يا اخ، ده يكون بشر كيف ده يا اخ كويس؟ ده يركنوا لكلامه كيف؟ ده يصدقوا كيف ذا؟
المهم في انت سحقا له. فبالتالي الكذب سقط الانتصار بتاع الجيش المصري. لو كان منتصر 1% رجع ورا انتهى منه ودمره خلاص. طيب هو ذاته عبد الحكيم عامر ده في النهايه خلى الناس قاعدين في مصر ذاتهم في سيناء هناك، وناس الشاذلي وديل كتيبة الشاذلي اللي كان فيها لواء مدرع، هي مسميينها كتيبة الشاذلي مع انه اللواء فيه 4 كتائب، لكن كتيبة الشاذلي اللي هي كان سعد الدين الشاذلي اللي بقى رئيس اركان فيما بعد وكده. الشاذلي ده كان عنده لواء صاقعه ولواء مدرع وكتيبة مشاة، فكان مسمينها بس كتيبة الشاذلي. اليوم ذاك الصباح هم قاعدين قال بالليل قاعدين في انتظار الصباح انهم مواجهه عسكريه، قال انه جاوا اتصال او جاوا ناس قال له والله يا اخي انه المشير جاي الصباح اللي هو عبد الحكيم عامر، المشير جاي الصباح ان شاء الله وتقابله تطلع وتقابله. قال لهم يا اخي المسافه من سينا هنا لغايه المنطقه اللي قلتوها دي بعيده، الا نتحرك الان اذا فهمت من بالليل ده. قالوا له لا 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 ما 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 حتجي مروحيه الصباح ان شاء الله وتقل لك للموقع. فالصباح فعلا شالوه بالطياره مش يتخيل معي كل قاده الفرق والمناطق العسكريه كانوا في احتفال اللحظه دي. كويس معلش يا جماعه، طبعا يا اخوانا ابشركم يعني دائما الكيزان اول ما الجيش يتهزم في موقع موقعين الكيزان بيقطعوا شبكه زين شبكتين تاني دي قطعوها من البدايه، بيحاولوا يشوشوا على زين وسوداني. شفت زين وسوداني ديل الكيزان دائما بيقطعهم دائما وابدا فهمت، سيظلوا يتعاملوا بهذا النهج الى ان يقفوا عند حدهم فهمت. لما نقطع السوداني بيقصدوا انه يضر المواطن، يموه المواطن ما يعرف الحاصل. في الفرقه دي بيقوموا ببثوا فيديوهات قديمه وتصريحات قديمه وكلام قديم فهمت، ببثوه وبقوموا بجيبوا لك على اساس انه هو جديد والكلام بيكون قديم وفي حاجات فيديوهات كثيره واضح فيها التمثيل وكلام كثير. فشنو عبد الحكيم ده خدع الزول ده، خدع الناس زي اللي بيقولوا، وناس بيقولوا ده شطط منه كان فقط لغايه ما الطيارات دي جات والناس وصلوا وقعدوا في عبد الحكيم عامر في الجو جاي، هم قاعدين سمعوا صوت الانفجارات. بالله دمروا المطار الحربي انتهوا منه، دمرت مطارات، دمرت اكثر من 180 او 190 طياره. الوقت ده مصر بتقاتل بالمهراج اللي هي الطيران الفرنسي كويس، ضربت انتهت منها تماما كويس. ما كان مصر عندها حاجه، كان بتقاتل ب 34 دبابه سنه 34 كويس مع 67 معقوله، الجيش بيطلع تي 55 تي 72 معروفات يعني كويس، معروف بيستخدم السوخوي، معروف بيستخدم شنو. فيبقى حتى في التاشر دي الجيش ما بيعرف يستخدمها زي ما بيستخدمها كان هيئه العمليات، بيستخدمها الحركات المسلحه، بيستخدمها الدعم السريع، ديل اللي بيعرفوا يجيدوا سواقه التاتشر والحركه بتاعتها والقتال بها خلاص. ف القصة دي أنا حبيت إنه أوضح بها النقاط اللي بيقولوه يا إخواننا. لما أبي أحمد يطلع ويقول الكلام ده تأكدوا إنه واثق إنه السودان له فترة طويلة ما فيه قيادة. السودان من 30 سنة قراره مختطف تماما، الكيزان رأوا نفسهم بيمثلوا السودان في الدنيا والآخرة، أكدوا المسألة. شايف ما يستمدوا الشرعية من وين يعني؟ اللي ضام ضمانات ما عارف منه، ما عارف اللي اداهم ضمانات منه هؤلاء الناس. تاكد يعني تاكدوا تمام انهم هم قاعدين خالدين، لا بيجوا يقرروا لنا في الاخره ذات، هم اوليائنا بيجوا يقرروا في الحياه الدنيا في الاخره ذاتهم دايرين يبقوا يا ناس هوي هوي مش كده ولا كده. يلا ديل الكيزان انا هسه منفوخ فيهم زي حسن طرحه ده كويس اللي هو حسن اسماعيل. حسن اسماعيل اللي بيجيبوا لك في قناه طيبه حسن اسماعيل عنصري مريض، حسن اسماعيل بيتكلم بدوافع عنصريه قبليه. حسن اسماعيل بيتكلم عن سقوط دوله 56، ما قاعد يتكلم عن الجيش، هو بيعرف بيهتم بالجيش بشنو؟ فهمت؟ منو حسن اسماعيل هو؟ فهمت؟ فبيتكلم بغل وبحقد عنصري، ما عنده علاقه بالوطنيه. ما عنده، نحن وقت كنا بنمرق الشارع انت كنت بتضحك علينا يا حسن اسماعيل، كنت بتضحك علينا الوقت ده. كويس وقلت لو البشير ده قعد في السلطه نحن نلبس طرح فهمت. هل بشير قعد في السلطه جابك انت بقاك مسؤول بقاك وزير الهوان فهمت. فظل يعني مهما قال الناس ما مركزه معه هو ذاته للدرجه. فشنو
الطائر حسن الطوم بيتكلم بأبعاد عنصرية جهوية واضحة جدا. خلاص الناس اللي بيجيبوهم ليك هسه بيتكلموا وما عارف ليك فتح الرحمن ديل. فيلا ما في مركز الجيش الآن بتاع القيادة ما موحد، لكن بقى الغالبية انه تجيب الحرب. حتى في الجيش ذاته الغالبية بيجوا يقولوا انتوا دارين تقتلونا، بيجوا يقولوا كان كاننا نقول يقطعوا النت طوالي السوداني وزين طوالي ديل. الكيزان بيقطعوا الشبكة، بيقطعوها اول ما ينهزموا في الميدان بيقطعوا الشبكة. يا ناس انتوا يهزموكم في الميدان نمشي تدقوا بيوت الناس طيران إيه؟ لما نسى يا ودا في داعي هسه، في داعي هسه فهمت؟ يدقوكم في الميدان كيزان تمشوا تقطعوا الشبكة. يا اخي انتم قصتكم شنو؟ انتم عرقتكم في الميدان ولا قصتكم حاجة؟ الكلام الكيزان ما بتكلم عن كل الجيش فهمت؟ الجيش في النهاية هو مؤسسة وطنية، كلنا في النهاية ما بنقبل انها تنهزم او تتدمر. عشان كده انا قاعد اقول لكم الكيزان بغباء قاعدين يجروا الجيش ده لمحرقة، وجزء بيشوف انه عشان يحمي اهله لابد الجيش ده يكون قاعد. ليه؟ لانه بيشوف قيادات الجيش من اهله فيهم ده القيادات. ما تقول ليش شمس الدين مش ده لو مسكت شنو ما بيدوهم بالكثير مفتش عام، بيدو مفتش عام ذاته بيكون عليه 1000 رقابه و سيدي ابو نائب عام انت قايله حيشاور، هو حيشاور العطاء حيشاور وانت قايله فيهم ده. ما تسمع النفق اللي بيقولوا لك ده فيهم ده. شمس الدين ده ترميز تضليلي ما اكثر من كده فيهم ده. معروف السودان ده البنوك منه كان الدرجه الاولى اللي بتوظف، والكتاب الاسود يا جماعه بالمناسبه لعلمكم الكلام فيه كان حقيقه. الكلام ده جاي من المؤسسات ذاتها، من الشركات، من المؤسسات والوزارات، انه مثلا بيكون 90% من الموظفين المهمين او في الشركه بيكونوا من اتجاه معين. البترول كان معروف ماسكين اياته قبيله، الخارجيه معروف ماسكين اياته قبيله. يا اخوانا هو الحقيقه دي يجب ان تقال. كمان الامن، الدفاع، الشرط معروف يا اخي كويس، معروف وزاره الدفاع دي في قبيله معينه مسيطره عليها طوال فتره الانقاذ، معروف طوال فترة الإنقاذ قبيلة معينة ما ماسكة هنا. معروف إنه جهاز الأمن ده تبادل بين مدير أمن من القبيلة الفلانية مدير أمن من القبيلة الفلانية. معروف إنه الجيش القيادات الفوق معروفة من وين هي. الكلام ده ما بيمثل مناطق الناس ديل يا أخوانا، بيمثل الناس ديل واللي بيدفعوهم. فأبي أحمد لما قاعد يتكلم ما بيملي عليه زول هوان زي اسمه علي كرتي، ما بيملي عليه زول ساقط سياسيا وعسكري زي العطا. العطا الان سقط تماما يعني كويس، ما بيملوا عليه ديل. حتى وان كان هو يملى عليه خارجيا، لكن ايضا هو قادر على انه يدير. وفعلا كان بنشوفه زي زيلينسكي بتاع بتشوفه قدام في الصفوف الاولى. لكن المشكله هل برهان حيطلع عشان يغوط؟ ما يوسف عزت ده كلامه واضح فهمت، وحمايتي كلام واضح، حمايتي رؤيته انه البرهان ما يمرق من البدروم، ورؤيته كده يا اما مستسلما يا والبرهان شبس. لكن المهم فهمت، ولا كمان الزول ده ممكن يقتل فهمت. لكن انا اتمنى انه لو في حاجه تتم بالعداله بالقانون لاي زول ظلم او طغى او تجبر فهمت. الان كده تقتل زول ده تصفيه ميدان فهمت، ده ما عنده علاقه الان بالعداله ولا بتاع كويس. فشنو لكن لما تمشي بالعداله ده الصح عشان ترسد عائم دوله القانون الحقيقيه. فيلا الان البرهان ما قادر يملك، ما قادر يتحرك، بينما ياسر العطا وشمس الدين دائما خطاباتهم اللي بتثير الفتنه، وبالاخص ياسر العطا لانه شمس الدين قلل ظهوره، لكن العطا والعطا ذاته يعني فياسر العطا ولا بكون اسمه سيوله في فيديو عشان يقول امره. فياسر العطا نفسه هو خلاص ما يعني بيشعل الفتنه بخطاباته. فالجيش ما موحد يا جماعه، النقطه دي يجب انه ننتبه لها. والرئيس الكيني الرئيس الكيني في كلامه خلاص بيتكلم والله واضح انه مستخف بالجيش، لكن ليه انتم ما اديتوا الناس المعلومه الحقيقيه في انه الناس المفاوضين لما مشوا بصفه انهم حكومه السودان، لكن من هنا قالوا ماشيين ممثلين للجيش كويس. لما وصلوا هناك قالوا احنا ممثلين لحكومه السودان، الايجاد قالت لهم لا لا معلش انتوا جايين ممثلين للجيش، الدعم السريع جاي ممثل لمؤسسته، انتوا جايين ممثلين لمؤسستكم. قالوا لا 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 نحن ممثلين لحكومه السودان. قال لهم لا والله معلش، يعني انتوا تمنعوا الناس
انه يعني تمشي هناك منعوكم تيجوا تتباكوا اتباكوا في الاعلام، لا تدعوا ثبورا واحدا بل ادعوا ثبورا كثيره. فهمت؟ انت ككيزان الان بتخضعوا في الناس، والان جايين تقولوا بعد ما اهريق الدم وقتل الناس وذبحوا. كويس، لايك شير ومتابعه على الصفحه المعلق الرياضي احمد الضيب اشاره، اعمل متابعه، اعمل اعجاب الان طوالي، زايد لايكاتكم مشاركاتكم، اللايك ده يا جماعه عشان الصفحه تجيك ثاني والمتابعه. كويس. طيب، فقلت لك انه الوضع ده بيوري خطوره المساله. دول الايجاد رؤيتها واضحه، كلام الرئيس الكيني عارف انه الناس زي لما انججل شنو. كويس، وديل ذاتهم ما ممثلين، هو ذاته في كلامه لو عاينت اي نعم قال السياسيين، لكن برضه بيحمل رساله ثانيه في الكلام بتاعه. انت كانت واضحه شديده الان. ابي احمد بيتكلم. طيب انت بتقول لي انه لو القصه دي كده حسن طرح الهوان. كويس، زول حسن اسماعيل ده يعني انا اعتقد انه يعني زول ما موجود في الحياه دي، ما ده مسخي كده موجود. فحسن طرحه حسن اسماعيل قال انه لو عندك هنا كان حتدخل تصبيحه، قال في اديس ابابا. خلي تعال صبيحه انت في الخرطوم اولا، خلي البرهان يصبيحه من البيدروم، خلاص اطلع برا البيدروم. كويس، واحد. طيب اديس ابابا اللي انت بتتكلم عنها دي يا حسن اسماعيل يا ساقط، معرفيا وثقافيا في حاجات كثيره، في فتره من الفترات في السبعينيات، كويس، اتحركت قوه، خلاص، من اللي هي الحبشه الوقت ذاك يقال لها، انفصلت المعروفه اللي هي 93، خلاص اريتريا بقت براء، اثيوبيا براء، الوقت ده دخلوا 3 كيلو في الحدود السودانيه. انت ما سبت تستنفر في الناس وبتقول لو كده كانوا يصبحوها. طيب تمام، سنه 3 وكم؟ خلاص في السبعينيات، انا ما قادر اذكر العام بالضبط. كويس، لكن الحدث كان قائد المنطقه الشرقيه في السودان كان اللي هو محمد توفيق ابكدوك. كويس، او توفيق ابكدوك. كويس، محمد صالح توفيق ابكدوك تقريبا. كويس، حتى اسم ابكدوك بتاع المنطقه اللي هي في اسمها شنو، كويس، في مدرمان، هي دي على اسم جده. خلاص، ف ابكدوك ده معروف الله يرحمه بشخصيته وصرامته، وقيل عنه قبل اليوم في الاسفار انه من اعظم الجنرالات في التاريخ الافريقي، او من اعظم الجنرالات في افريقيا، من اخطرهم. هذا الرجل دخلت اثيوبيا، كان لوكي داك اللي هي باريتريا الحبشه، دخلت كان 3 كيلو بس في حدود السودان. الزول ده جمع الجنود بتاع الشرقيه ووراهم بشكل واضح، قال لهم الناس ديل تعدوا على اراضينا 3 كيلو. على اي حال انا وضعت الخطه اللي بندخل بها لغايه، قال لهم اديس ابابا، قال لهم حندخل عبر 10 محاور، عبر 10 محاور. بالله. كويس، بخطة كبيرة، ما زي اللي بيغشوك بيها يسيبوا لك الجيش يدخل له. لا لا لا، قال لهم حندخل ب10 محاور لغاية اديس ابابا عشان 3 كيلو. كيزان يا اخي انتوا بايعين حلايب وشلاتين، باعكم الله بثمن بخس. كويس يا اخي، انتوا بايعين حلايب وشلاتين يا اخي، اسكتوا عليك الله يا اخي. والله انا مستغرب فيكم، انا مستغرب انتوا مالكم يا جاكم شنو يعني. قال لهم نخش ب10 محاور، لا الا بعد شويه نقلوه، الا الناس سمعوا في الاذاعه انه تم نقل الجنرال ابكدوك الى كويس قياده الولايه الاول الاقليم الشمالي، كان قدك هو في الشرقي. كويس، ليه؟ لانه حيدخل الناس في مشاكل، وشافوا انه حيدخلهم في تعقيدات سياسيه ودبلوماسيه، فاحسن كويس ده يهدئوه، فالا ابعدوه من المنطقه. قال الزول ده قاعد بيجيب لنا كفو ومش بخش جد. فده اندل بيدل على انه الجيش كان له تاريخ، كان له هيبه. خلاص، الجيش لما فيه ناس عبد الماجد حامد خليل، خلاص الجيش لما كان فيه شخصيات، فيه شخصيه زي نميري، خلاص بغض النظر عن طغيانه ولا غيره، لكن نميري كان في حاجات كثيره كان برضه عنده العداله، خلاص عداله كان عنده. كويس، والفساد ما كان، حتى لو في عند الموظفين، هو شخصيا مات في بيت ورثه وفي روايه مؤجر كمان،
فهمت؟ مريم الصادق طلعت قالت ما يدفنوه، قال في مقابر احمد شرفي الوقت ذاك، قالت لانه الرحمه ما بتجوز عليه، وكان الوقت ذاك يعني التصريح في لحظتها كده. يا اخي اتقي الله يا اخي، وهم يقسمون رحمه ربك، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. كويس، فشنو عشان كده بتلقى نميري شويه لبر في احمد شرفي. طبعا ديرما هناك طبعا، ذاك الله يديه العافيه طبعا، ذاك شغال اي زول مات انا جاني سبحان الله وقف فينا، قال لي انا ده احفر لي الحده دي، انا لو مت في انت ديرما ما اي زول جاك عليك الله كره الامه. فيلا زي ما قلت لك القصه دي الان، شوف ناس زي كدوك كانوا بياكلوا في الانقاذ دي، كانوا في ناس اقوياء، كان في زي عبد المنعم اللي هو اللي قال اهلنا كحلونا بالشطه ده، كويس، كان في ناس زي ديل، حتى ابراهيم شمس الدين بطغيانه كانوا ديل من الناس اللي بيقاتلوا، البشير ما من الناس اللي بيقاتلوا، هي بشير ده من اجمل واضعف الضباط اللي مروا على تاريخ السودان، ومن اخون خاين للبلد خلاص جدا، وعميل وضعيف مش قاعد قدام بوتين منكسر بيشحدوا الحمايه لروسيا في للسودان من امريكا، هيك لك يا بشير شنو يا اخي، فشنو بئس البشير. فالبشير الان يا هو ده سبب البلاوي دي، او نظام الحركه الاسلاميه بارهابهم ده دخلوا السودان في المشاكل دي، لغايه ما الان القوى الافريقيه قالت لك انا بتدخل في الشرق الافريقي ومفضل المساله دي كده كويس، يعني كده كويس. ما زمان كنا بنقول انه الكلام ده خطا، في نفس الوقت مساعدة الشؤون الخارجية لمساعدة الشؤون الأفريقية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بتتحدث وبتقول إنه بتتكلم إنه يعني أبلغنا حمدوك إنه نحن بندعم الديمقراطية والتحول الديمقراطي والنسق المدني و فهمتها؟ يبدو لي حمدوك ده جاي فعلا، كويس؟ يبدو لي حمدوك ده جاي، والمشروع بقى إقليمي، المشروع بقى إقليمي ودولي وماسوني وراه، مستحيل شخص واحد مهما كان قوته انه يقف في وش، مستحيل شخصين ثلاثه اربعه مهما كان نفوذه مهما كان ماله مهما كان سلطته مستحيل يقف، كويس، لانه المشروع ده هو ابعد ناس كتار من الصوره، ابعد ناس كتار جدا، فيبقى يعني من مركز القياده. فعشان كده لو لاحظتوا بتلقوا انه في ضعف بائن خلاص يا اخواننا. الكلام الان الجيش حته القاده يا اخواننا، والله يا جيش والله اللي بيمشوا ديل ما بمثلوكم، والله ما بمثلوكم، ولو بيمثلوكم ما بيمشوا وبقولوا انهم ماشيين يمثلوا لحكومه السودان خلاص، وهم هنا غشوا قال لك ماشيين نمثل الجيش، بعد ده ما يسمحوا لهم يقعدوا، بعد ده يقعدوا وينتظروا بس قاعدين كده، في داعي هسه؟ ما في داعي، صح ولا لا؟ فالقصة دي كلام الرئيس الكيني، كلام الرئيس الاثيوبي ما كان عليه انه يتم لولا انه تأكد تماما من انه الوضع في السودان خلاص خطر، لانه الوضع في السودان بقى مزعج وواثق من نفسه، كلامه ده صح وواثق من نفسه انه الكلام اللي بيقوله ده هو قادر عليه خلاص. الفرض بتاع الحظر ده سببه الاساسي والاسوة الاساس فيه اليوم الكيزان دي خلاص، هم اجبروا المواطن وجبروا البلد واقعدوه بركوه اقتصاديا لغايه ما نحن وصلنا للمستوى ده كويس، او وصلنا للمرحله دي. فده ان دل بدل على تعقيدات المشهد خلاص. في كلام طبعا كثير جدا، وفي حاجات كثيره جدا نحن ما تكلمنا عنها، الموضوع جايط يعني، او المواضيع كثيرة. قال لي روحك ده دفع الله، دفع الله، وهسه بتلقى الحساب ما حقيقي غالبا، ومدثر مدثر بصورة الشهيد مكاوي. طيب لو عاجبك انت لو صادق طيب امشي شيل الكلاي زيه جبان كويس، وجي ده تخش الصفحة تلقى كذاب ساي. قال لي روحك قاعدة تكركر شكلها، ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. شوف عين، ما انت ما بتقتلني، لو ربنا ما امر الطلقه دي تمرك ما بتجي كويس، الغزيفه الصاروخ الدانه اي مصيبه زمان ربنا ما كتبها ما بتجي، في ناس مشوا محل امان ماتوا، وناس قاعدين محل الغصف حيوا ما حسب ربنا كاتبه لك كويس. فبالتالي يعني شوف الكيزان ولا بئس ما يفكر، يعني شوف تفكيره، اول ما قلت الحقيقه انت وانت وانت يا اخي عليكم الله يا اخوانا اتقوا الله كويس. فالوضع في السودان الان كثير من الكلام وكثير من الحديث وما في زول عارف حاجه، لكن
على أي حال يبدو أن كثير من الأمور قد صارت في الوضوح الآن. كويس، أنا واحد من الناس زي ما قلت لكم عندي تحفظ على ناس سيليك وعلى الشخصيات وأمجد فريد، وأنا واحد من الناس عندي التحفظ الشديد خلاص، لكن أتمنى بلدي إنها ما تنتشر فيها قوات. أتمنى إنه الكيزان ما يوصلوا الناس للمرحلة دي. الكيزان أول ناس دخل القوات، ما يكذبوا، عندك من 20 ل 40 ألف جندي كانوا قاعدين في دارفور، وقوة أثيوبية كانت موجودة في أبيي خلاص، ومناطق فض النزاع، صح ولا لا؟ مناطق منزوعة السلاح عفوا، صح ولا لا؟ كان عندك القوة دي، جابتها حكومة الإنقاذ. الآن بنفس الطريقة تشاكلوا في الإيجاد، تشاكلوا في الرباعية بتاعتها، تشاكلوا في الثلاثية، يا أخي أنتوا تشاكلوا في الدشان، تشاكلوا في 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 أفريقيا الوسطى، تشاكلوا في النيجر، تشاكلوا في، وبعد ما تنهزموا ترسلوا دفع الله الحاج، كويس؟ المساكين مسكين الله ماشي هنا وماشي هنا وما أينما يوجه لا يأتي بخير، مسكين خلاص، فهمت؟ والله العظيم شوف يوسف عزت بليف كليف زيه، فهمت؟ فشنو لكن لأنه خطك الماشي فيه خط ميتان، خط ضعيف، خط منتهي، فهمت؟ ف ال 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 أنت بتقول ناس الدعم السريع ديل تشادين، يعني الناس اللي بتلقاهم مثلا يكتبوا طوال، يعني في ناس سنه سنتين اللي ورا القبص كتابات ومقالات في الواتساب وما عارف لك، الدعم السريع يقول لك مثلا هم تشادين او نيجر. طيب اوكي، طيب مرسل ثاني دفع على الحق ليه؟ مرسله ليه؟ ما كنت تشادين، اذا انت شايف مزادك ما بشر التشادين، تقوم ترسل، قال الرساله قال من البرهان الى شقيقه محمد ادريس، شقيقه يا اخي انت قايلهم عوره ولا شو؟ ما هم اعلامهم فاتح فيسبوكهم زي ما قال، لا بيشوفوا في اللايفات وبيشوفوا في، هلا بيشوفوا الاساءه بتاعتك ليهم انك ضد تشاد وانه ديل تشاد، انت قايل الكلام ده انت شفت؟ يلا ديل الكيزان مين جو؟ سياستهم سياسه نبس، فرتيك، تدمير خلاص. الليله اقرب مثال الخارجيه، خلاص الخارجيه وزاره الخارجيه الان مسيطرين عليها الكيزان، صح ولا لا؟ تقدر تنكر؟ وزارة الخارجية مسيطرين على الكيزان، كويس؟ الليلة في سفرة في أوروبا قاعدين، كويس؟ في أوروبا قاعدين الآن هم داعمين للكيزان، خلاص؟ طيب أنتم مسيطرين على السفرة وعلى أي قنصل، مسيطرين على كثير من البعثات، مسيطرين على كده. طيب يا أخي أنتم تتحملوا المسؤولية، ابقوا شجعان شوية، قولوا نحن والله تسببنا في هزيمة السودان. طيب يا أخي اتشجعوا يا أخي، اطلعوا بصدري عالي الان بدل تقعدوا تكذبوا. بعدين مزمل ابو القاسم شنو الكلام بيصدقوا لك كلام وضياء الدين بلال ليش ما ده ده فهمت؟ ليش ما هو نسخه بتاع احمد بلال، احمد بلال الطيب يعني، فهمت؟ نسخه، فهمت؟ شنو يعني يطلع عليك يقول لك والله يا اخي الناس ديل وهسه هربوا، هو مزمل بيدس في الحقائق، ومزمل بيتكلم بدافع عنصري، وضياء الدين بلال بيتكلم بدافع عنصري، ومعروفين معروفين خلاص. فالان لما اصطفت القبائل اللي احنا قلنا لكم دي خطوره، تذكروا قبل شهور ولا قبل سنه لما في لايف قلت لكم هو احمد الضي يهدد السودان واحمد يهدد السودانيين، هددت منه؟ انا قلت لكم لو طلع الناظر ده قال يا لعطاوه ولا قال يا لكذا الحكايه دي تبعاتها صعبه، قلت لكم لو قالوا السار عطيه والمقيم حماد النجار تلت الراشد الولاد القصه دي خطر بتبقى، قلت لكم انه الجيش ده بينهزم والناس اللي هيسحبوا ابنائهم في الجيش وفي الدعم وفي الامن وفي الشرطه، قلت لكم الكلام ده الوقت داك، تتذكروا الكلام ده صح ولا لا؟ تذكروا، وكنت بقول لكم دوما ارى بين الرماد وميض جمر ويوشك ان يكون له ضرام، فان النار بالعودين تزكى وان الحرب مبداها الكلام، فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية ام نيام، ان لم تطفئوها تجني حربا مشمره يشيب لها الغلام. لذلك نسال الله ان نقيف الان، نسأل الله إنه البلد تقيف على رجلينا وإنه الناس تنعم بالسلام. بالمناسبة عدم تحليق الطيران، التحليق ده بيجا ما في مناسبة، المواطن مرتاح خلاص بالمناسبة القصة دي، المواطن في الشارع مرتاح خلاص. يا أخي ما تسمع لي في الفيس، ما تصدق الكتابات اللي بتلقاها والكلام، والله يمشي في الشارع والله المواطنين مطمئنين طمأنينة،
فهمت؟ والله مرتاحين راح انه ليه؟ لانه عارفين ده طيران يا اخي. يا اخي الطيران ده يا اخي واحد من الناس اليوم من الايام قال كلمه اتذكرها شهيره جدا يعني. زول من الناس اللي الاسلاميين ذاتهم يعني اللي عندهم خبره، لكن يعني انا قال كلمه شهيره جدا يعني بقى ذكي يعني معنى. قال كلمه شهيره، قال زمان الطيران في حرب الجنوب بيرسلوهم يمشوا يضربوا كابويتا، بقول لهم امشوا اضربوا مثلا كابويتا، بيلفوا بيجوا بيقولوا ما لقوها. والله العظيم جد. تقول لي سارة؟ تقول لي زول بيش؟ انا بقول لي لا يا اخي كويس واحد. تقول لي قال الطيارين اللي بيتقبضوا كل يوم ديل، ما لو سالوهم قال لهم انتوا عارفين نفسكم قتلتوا كم؟ وما ما عارفين، لانهم بيرموا بس، الرموا هيروشيما ونجازاكي القنابل ما كانوا عارفين، ما ورهم قال لهم انتوا حتمسحوا المدينتين ديل. في النهايه زهللوا عقليا كويس. فبقى الطيران اللي انت بتشوفه قدامك بيضرب، انا قبل فترات طويله قلت لكم يا اخواننا هذا الطيران ربما يصدر حظر، ما عشان فلان ولا في ارتكان قال يعني طلع في الحدث قال ولا لا، لكن لانه كل الواقع. الدعم السريع بيجيب فيديوهات من البيوت اللي تم تدميرها، الدعم السريع بيجيب المواطنين اتضربهم الطيران، الدعم السريع بيجيب ديل وبخطهم وبعالجهم في المستشفى وبيعمل معاهم فيديوهات وبيشهدوا قدام العالم مواطنين اللي عندهم علاقه بالعسكريه ولا عندهم، بيشهدوا وبشهدوا رب العالمين قبل كل كلام انه الطيران ضربوا. وزول بتلقاه مضروب الله يشفي يعني ويرحم من مات كويس، ويجبر خاطر الذين يعني كسرت خواطرهم في هذه. والله يا اخواننا غايته كل من مات قبل هذه الحرب، والله 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 لعلها بشرى عليه وذاته. والله ربنا نجاه من فتنه لا حول ولا قوه الا بالله كويس. فشنو النازل الدعم السريع بذكاء استدرج الجيش، الجيش بقى بيضرب في البيوت. يا جيش داك الدعم في الشوارع منتشر، مال الزلط مال الميادين مال الشوارع مال الارتقاء مال المداخل ومخارج العاصمه امشي له، لا هو كابويتا ما لقاه، هو منطقه مدينه كامله ما لقاه، يلقى له 10 تاتشرات 20 تاتشر جنب بعض ولا خمسه ولا ثلاثه ولا تاتشرين، هو ذاته الخوف وخايف يسقطوا منه، هو قبيل كلامه ما غبا، هو تلقاه بايلوت درجه اولى زي ما بيقولوا زول هناي كده يعني فهمت، وور بايلوت خلاص زول طيار حربي يعني ما بالدرجه الاولى زي ما بيقولوا. لكن بالمقابل خلاص بالمقابل الخوف بخاف انه يسقطوا الطياره بتاعته. ترى لو كده كان في سوخوي مع المجنزر، فهمت المجنزر دي الدبابه طيب سوخوي فهمت، ولو كده كان في الميج وابابيل اها يا اخوان. عشان كده فيلا طلع القرار ده او بقت مطالبات من رئيس الوزراء بحظه. ف انا ما اعرف غايته، لكن ده دليل واضح جدا على انه وفي نفس الوقت الدعم السريع بيرسم صوره ممتازه، بيجيب لك زي الشاب الممتاز اللي اسمه عمر ده، عمر ده لا قاعد يقول كلمه لا قاعد يشاكل بس بيمشي، وكلامه اغلبه مع الناس في الغالب يعني حصل شنو المعامله كيف، بيمشي للضباط طيب الجيش ما قدر يخلق العلاقه دي مع المواطن ولا قدر يتحكم في ضباط ولا في عساكره. الجيش ما قادر يوري الناس عدد الضباط اللي هربوا، يا جماعه نسبه الهروب كبيره في الجيش. انتوا ما عارفين الليله كم سلموا، انتوا ما عارفين الليله كم من الضباط تم الليله هروبهم من المدرعات ومن المهندسين ومن انتوا ما عارفين انه العطا عنده زول قريب له جدا او اخو ماسور. في كلام كثير انا ما قاعد اقوله. في كلام كثير واحد ما قاعد يقوله. في انت؟ لكن الحق يجب ان يقال. ولو على بارقة السيوف كويس. فعشان ما تطلصوا يا كيزان 30 سنة بتطلصوا في الناس زي ما قال وبتغشوا بالشعب السوداني، الآن خلاص انتوا ورطتوا الجيش ده ورطة كبيرة. وكيزانكم نفسهم اعترفوا بالكلام ده بعد ما مشوا وقالوا ادونا بنزين وطلعوا في جثث الشهداء وقالوا الناس اللي ماتوا بالطيران وهم ما عندهم طبنجة يصدوا بها. لأنه أنا عنديش اللي بيموت من الدعم شهيد واللي بيموت من الجيش شهيد، عندي اللي بيموت من المواطن شهيد فهمت. فمشيت وقلت يدوك بنزين اليوم ده والان متوقع نفسك حيدوك منصب وكده، ما 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 تتوهم خلاص. الان يا هم نفسي ليه اثبت انه الجيش هو المعتدي وانه الجيش هو اللي كان غازي وانه هو الغلطان. يلا الجيش يا اخواننا لو عارف
بيقبض المفتش العام للقوات المسلحه الفريق مبارك كوتي كاتشو كاماتور بيقبضوه وهو ماشي على بيته، خلاص ماشي على الشغل، كان بيقبضوا ضباط الاستخبارات وضباط الإناث، هم لأنه يا جماعة عصابة الكيزان وعصابة علي كرتي كويس، العصابة دي اشتغلت على إنه في لحظات الشغل ده يتم. هو بالمناسبة لولا نجاة البرهان ربنا طول عمره أو نجا لكان المعركة هي هتحسم في ساعتين للدعم ما للجيش بالمناسبة، خلاص فيبقى ما يجوا يشبكوك قال الدعم غلط والدعم يهدر الجيش هو بكيزان ورطوه. والان لما استنفرتوا المواطنين ابو استنفروا زينا ابو ما ما, ما ابو 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 عديل كده فين ده الداير داير سلاح لنفسه غالبا. والتسلل اللي يقولوا لك في حي الجامعه والتسلل بتاع الجيش اللي يقولوا لك في الشقله والتسلل الان الشغال خلاص في الشقله، خلاص التسلل بتاع الاستخبارات والقناصه فين ده اللي بيتسللوا بملابس ملكيه وبيجوا بيعملوا ضرب وبيمشوا. طيب ديل الان هم ذاتهم في الرصد، الان اس اللحظه اللي انا بتكلم دي هم في الرصد في انت مرصودين الان، ده غير القبضو ودل على فلان وعلان، ده غير القبضو قال والله يا اخي انا كان مهمتي انه اجي وارفع احداثيات من هنا جيت وبعد داك من داخل غرفه التحكم متحكم في الطياره كلام كثير يعني كلام كثير دي الطيارات المسيره خلاص. فعشان كده انا بقول لك انه ما تصدقوا الكلام اللي بيقولوه، صدقوا عقولكم، صدقوا قلوبكم، شوفوا قلوبكم مطمئنه لياتوا معلومات، يعني مثلا اللي بتقراها كده بس بتلقاها وبتسمع، شوف قلبك مطمئن وعينك ما تكذبها في الشارع، شوف الجيش قاعد وين؟ قاعد وين؟ شوف في ام درمان اللي بيقولوها لك دي ما عنده غير المهندسين وغير المعهد العسكري واكاديميه نميري والسلاح الطبي وديل كلهم متجاورات يعني فهمت، كلهم كده متجاورات يعني مربع في زي ما قال 6 كيلو مربع كده ولا حيزي فهمت، كلهم متجاورات جدا او 10 كيلو مربع فهمت. فشنو ديل ما تسمع موجود وين تاني في القاعده بتاعته ادي سيدنا. طيب تقول لي العطا سوى شو؟ العطا تتحرك وين؟ خلق الله في كذب كثير كده قاعد يقولوا الناس وفي ناس بصر. شباب لايك شير يا جماعه، لايك شير الناس اللي بتسمع معانا اللايف الان بالشاهد لايك شير، خلوا اللايف ده يمشي شباب يصل لاكبر مجموعه، شيروه في جروبات الواتس الفيس في صفحتك، يا ريت اعملوا مشاركات لايكات عشان يصلكم يا جماعه. لما تضغط لايك كده اللايف الجاي ان شاء الله بيجيك خلاص. الناس يا اخواننا جرجرتكم جدا وما كان لي ان اطيل عليكم، ولكن حقيقه في بعض الحاجات حبيت اتكلم عنها. واللي بيحصل الان في السودان انا واحد من الناس لا اتمنى التدخل الخارجي، وسبق لي اتكلمت عنه في لايفات قبل سنين من الليله خلاص، اتكلمت عنها بشكل واضح واتكلمنا عن انه الحكايه دي هنا. طيب الكيزان هناك شغالين على انه باي طريقه يعني السلام معي اليوم عبر وزاره الخارجيه، بيشغلوا الكيزان في وزاره الخارجيه شغالين على انه السلام معي لازم ضروري جدا، وده كلام طبعا لعمري جد يعني امر جد خطير خلاص، يعني كلام ما مقبول ولا في زول بيقبله ولا 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 ولا. فعموما نسال الله سبحانه وتعالى انه يجنب البلاد يعني شر المخاطر وشر الحرب كويس، لكن الوضع انهكت الجيش دم. انا بشوف يمكن من التلفون الثاني هل الصفحه عندكم الصوره واضحه ولا ما واضحه يا اخواننا كويس، الصوره او الصوت واضح؟ يا ريت لو واضح الناس تورينا كويس، لو واضح الناس تورينا كويس عشان نقدر نفهم اكثر كويس، دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان اللايف يظهر لغيرك فلايك شير شباب وصلوا معانا الرساله، وكذلك ايضا اعملوا متابعه على الصفحه اللي هي لايك اللي هي المعلق الرياضي احمد الضيف مشارك قال لايك كويس والله ده كلام ده كويس. فالناس الان اعملوا متابعه في الصفحه هنا، اعمل لايك اعمل شير باسم المعلق الرياضي احمد الضيف اشاره، الناس تتابع معانا طوال ان شاء الله. نشوف الجديد من هنا، يبدو لي الصوت واضح، الشير بس تعبان يا اخواننا، الشير تعبان، الناس تعمل شير اللايف في كل مكان. سلام الله عليكم. واخيرا قال وعز من قال
ربنا سبحانه وتعالى، وهو يحكي على لسان نبي الله يوسف عليه السلام بعد ما تحقق يعني الرؤية الصادقة، وبعد ما في النهاية قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ما ضروري انك انت تكون هنا عشان تحب، يعني في ايات كده جميله اخاذ كل كلام الله اخاذ، لكن في ايات تحجبك جميله، في ايات بتستوقفك، في ايات كده. وكل كلام الله محكم لا عوج له، فهمت؟ ولا زيغ. فعز وجل فبيقول شنو؟ بيقول ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لذلك الزول قراها تيمنا هنا بأنه يعني سيدنا يوسف لما قال عليه السلام خلاص شاف رسالته انتهت، شاف أنه بعدها عرف يعني أنه أجله دنا خلاص، فاشتاق لآبائه الصالحين وأجداد الصالحين نبي الله إبراهيم عليه السلام خلاص، ونبي الله إسماعيل عليه السلام كويس. فبالتالي قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تحية وسلام.